يظل الحجر يحكي عن تاريخ كان هنا عظيماً كريماً. جاء بيت للكل هنا لنقول للعالم أجمع ها هو العراق ينهض من جديد. حتى العمارة الحديثة إن اللي نسوي دراسة عليها نشوفها بها تأثيرات كثيرة من العمارة القديمة. تتحدث بالكثير من الحب عن بعض منجزاتك، ماذا أضاف لك هذا المنجز؟ نشوف نصب الحرية في تأثيرات آشورية كثيرة. هل لدينا مدرسة تسمى بالمدرسة التشكيلية العراقية؟ فنان عراقي حاول يميز عمله، طلع عنده فن بغدادي. هناك الكثير من العوامل المشتركة بين العراق وبين مصر. الأردن أيضا فيها حضارة، ماذا تقول في حضارة الأنبار؟ الحقيقة نحتاج إلى إعلام جيد من أجل أن يشوف العالم من يقرأ. بيت للكل غداً 11:00 مساء على قناة مصر الأولى.